السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا مع كوكي الصغير. اليوم حبيت اختبر كم لعبة الجام، ولكن النسخة الخاصة في كان فيها سبونسرز، كان فيها فلوس، فكل شيء متوقع. يعني ما شاء الله 208 مدخلة، اتوقع كان فيها اكثر بس يمكن صحت في بعضهم، او لان مشكلة اتشيو كان الموقع صار للداون قبل وقت التسليم بكم من ساعة، تقريبا 3 ساعات، فصارت كم من مشكلة يعني. بس على كل حال اليوم انا ما كان بدي اختبرها بدري، حبيت اختبرها بعد ما يصير التقييم، وفي نفس الوقت ما شفت من الفائزين عشان ما يأثر علي. صحيح اني بختبر عدة العاب بس 208 لعبة تو ماتش، فسألت اذا اي احد بدي اختبر اللعبة واعطيه الفيدباك. صحيح ان الالعاب دي تطورت 3 ايام فقط، بس تقييم بيكون بشكل عام، فلا تاخذوه بمحمل ان اشوف هذيك كهنه وما يقدر تعلم. بالعكس، اي واحد حاول حتى انه يعمل لعبه خلال عدة ساعات شاف نفسه ما يقدر، هذا جهد عظيم يعني، لان الشغله يحتاج تجهيز وقت وطموح، وعمل الالعاب مو سهل. كان عندك انجن وما عندك انجن ابدا ما كان سهل. فعلى كل حال ما نطوله، خلينا نشوف. جت لي طلبات، اول طلب جاني من الاخ فون، اعتقد اسمه ذن انا ما كان اسمه فون في ديسكورد. على كل حال الخط شوي مع الخلفية، اذا ناس عندنا نظارات بتحصل شوي صعوبة في قراءته. حاليا اللعبة تدعم اللغة العربية فقط، الترجمة يبغى تجهيز مسبق. يا the game currently only support Arabic language mode for Zanga special edition. Green Revolt is an action roguelike game about growing plants in a world where growing plants have been monopolized by corporations. Okay. Anti-capitalism. Oh yeah, نفس ما أقول إن نسخة زنقة الخاصة هذه غرزة، فالموضوع شوي صعب، خلينا نكون يعني صريح في الشيء ده، ولكن صعوبتي يمكن أن يتيح مجال كبير إن تروح بعيد يعني غرزة معنويا. فانتبهت ان معظم الالعاب فيها كلمة امل، which is interesting. yeah لما الارض تكون ميتة ولما تطلع غرزة من الارض او يتم غرز النبات في الارض it can make sense. فممكن تلعب في صور بلاغية كثيرة يعني جيال جديدة، تسليم الشعلة، you can take it in many ways. so لتكون انه بشكل تعملها في game وتعمل لها finalize وcrystallize الفكرة، هنا تكمن الصعوبة. فعلى كل حال نزلنا اللعبة فخلينا نشوف. Vanguard Natural Planet Green Revolt، هالي خلينا نختبر اللعبة. بختبر اللعبة بشوف نفسي كيف. اه ما شاء الله بعد في المقدمة مع Made in Unity، very nice. عندي كنترولر، ما ادري اذا اللعبة تحتاج كنترولر ولا لا. خليني اشوف الاوبشنز، تحسين الرسوم، شاشة ممتلئة، الاصوات والموسيقى. خليني انزلها شوي. المفروض تكون واضحة في الفيديو، hopefully شوي مخفضة في الفيديو، شوي عالية. اوكي hopefully this is good enough. التعليمات مي جاهزة which is alright. بالمين منيو لا بأس، الخط يعني good enough I guess. ممكن في ناس ما بيعجبهم الوضع ولكن it's good enough. وازد بالماوس، اعتقد هجوم. انتر زي كنترول اعتقد اي. اوكي اذا هذه كانت بتر فهذه اكبر بتر شفتها في حياتي. لحظه ده الهجوم نفسه. اوكي it should be wrong. oh wait that's an enemy. maybe a range enemy. I don't know. I guess so. في بطة من قلب سهوب. ولا وش going on؟ لا هذه زهور.
اعتقد تكفخت على طرف المنيو مكتوب فيه 6 زهرات بقوا. اوكي الشاشة تهتز بشكل غريب. I don't know. اوه يمدين اشحن الضربة بس ليش الدنيا قاعد تشتغل احمر؟ اعتقد رصاصة يرتد بالكورة. هل الاعداء الرينج بيظلوا مدعسين في الزاوية كده يعني؟ اوكي نقدر نلعب مع بريك اوت. لكون صادقا ما ادري وش الهدف. اعتقد الاهتزاز الشاشة خلل لان هذا عالق هنا. I don't know. او لا يمكن هذا جفة فوق جفة. الشاشة كلها تهتز. اوكي المفروض اظل هنا يعني. المفروض اظل واقف هنا يعني لان اشوف يجوا هنا وينقصون العدد. I don't know. Did I fail? I don't know what's going on to be honest. Let's try again. يعني صعب جدا اوقف هناك بدون ما انكفخ لما يقولون لي امين. اللي لا كان في عندي هجوم ثاني. اوكي لما ما كان عندي كورة اقدر اطفرهم at least. اوكي another one. هل احتاج افعلها ولا اقدر اقتلهم بعدين افعلها؟ I don't know because I don't see them they care about it. wait في عداد جديد طلع. اوكي العداد يشتغل حتى لو ما اوقف عليه so I don't have to. ممكن طف. thank you. oh too much enemies. I don't know if I suck at it or it's a little bit difficult. يمكن فيه هجوم ثاني or something. oh wait space اقدر اعمل داش. اوكي هل في لا ما في bind control ما اقدر اشوف keys. شكلي انا ما اعرف العب بدون شيلد هذا مشكلتي. يمكن مو نهاية العالم لما يكونوا اوكي. Now there's just too much enemies I see it seems and I failed. Gee. No mercy. There's no mercy in this game. تلاف. Good luck with that. وش شو الحين؟ Did I fail already? ما اشوف في عداد. Oh wait هذي الشي السلعة ده. Okay. Lucky me I guess. كله انسى انه مو لازم اكون واقف. اوكي لازم اسمع ثاني. Killing these guys is a little bit difficult. Actually يمكن يطلع لي جيم اوفر بسبب ما قدرت اقتلهم بسرعة كفاية. اوهو عبقري. كتابي عكس الكورة بينه وبين الجدار. بس نوب. ما ادري اذا اشحن الضربة اصلا تأثر واجد ولا لا يعني لو لان اعرف ان من بنقص على النبتة الثانية. اطلق جان اطلق. ثانك يو. زين
اوكي ما طلع لي 70 واحد زي من قبل. الليل بت اوكي لهم طلعوا. اوكي مكتوب 5 باقي نبتات بس ما ادري الحين ده المؤشر اللي فوق على اليسار في عدة مؤشرات بس للأسف ما اعرف ولا واحدة ايش معناها. افا اوكي تبيها تتعكس بينه وبين الجدار. البيبان قفلت مع ان الباب كان مفتوح لما قضيت على اول دفعة. نفس الغرفة generated. Wait a minute. ليش العداد الرصاص يشيل oh boy. الرصاص لما يمر على المكان بعد يقلل العداد. Seriously? That's a little bit unfair. اللي ده في طريقة بموت قبل ما الليل في طريقة تقدر تشيل الرصاص. خلني اشوف الزاب. نوب اتهدى. That's a big disadvantage. وما يقل العداد واجد بس still a little bit disadvantage. Killing these guys are a little bit too annoying. زين. Well, يمدينا صد الرصاصة بالكورنر بس. Well, it's a sad day that I need to kill them again. Just to move on. Actually, the music isn't that bad. I don't know, it's hard to commit on the thing. I'm testing it in a few minutes. Okay, it's not, thank you. أحيانا أعتمد على الشعور. فباقي ثلاث ما أدري هذه طاقتي ولا لا وما أدري إيش قصة الدولة. عفا قلت يمكن تنعكس بينهم. Oh boy. And I lost this one that easily. Okay, maybe because لأن هذا أول واحدة أفشل فيها. عندي مكان خليني أجرب هنا. Okay. Did I win? Did you win, son? No. Okay, I think the bar is red طاقتي. And for some reason, تعبت شوي. احتمال اللي قتلت زاد طاقتي شوي. I don't know. Ooh, wait. يمكن في شيء أنا ما أدري عنه في التحكم. قدرة أو something. بس احب الثاني ماس او يمكن لما عمل داش وفلت الكورس اسرع. I don't know. There must be something I'm missing. Lucky me, I guess.
اوه 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 جابك الكورة بس. هي هي وخر وخر. اوه that's not that's oh no 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 guys 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 get away. I said get away please. Thank you. هي I failed. الكورة بعيدة. More? What kind of lo- whatever. مكتوب باقي زيرو نبتة. I don't know what does that mean. Come on, please. Oh boy. I'm going to take forever just to kill this guy. Why not? Alright. زين يعني يمدينا اجل غرف سابقة. What's this? There's a second level. وفي 16 نبتة. ما تسوى الفلتة ليفل 1 لما اشحن. اوه وات ميستيك سيريسلي. طبعا الرصاص اللي قاعد يمر مو مقصر. Oh, and I died. لقد فشلت في حماية النبتات. I don't know. لو كنا صادقا يبدينا نلعب 5 دقائق زيادة بس ما أعتقد في شيء جديد. إلا لأنه في تحكم ما أنا فاهم إنه فخليني أحاول أضغط كل عبال الكيبورد. فكذا قاعد يتحكم نفسه. يعني واحدة من الأزرار. الزر الوحيد اللي اشوف اللي يسوي شيء السبيس. I don't know there is it's hard to say anything about this game because خليني ارتب افكار شوي لحظه. اوف I don't know how to put it. خليني احاول اتكلم عربي. للاسف الشديد يعني اللعبه بداية جيدة ما خرفت. موسيقى لا بس في امل نتحسن بس لان اللعبة تعملت 3 ايام. شيء متوقع يعني شيء متوقع ان تعمل الشيء البيسك اوف بيسك which is good. يعني الاعداء يعملون الشيء اللي يحتاجون يعملونه و يعني الهد ممكن تكون اوضح. ممكن تعطي تعليمات لاعب ايش يحتاج يسوي بشكل اوضح بدون شك. بالذات التحكم يعني ما انذكر بأي زر لان لو في قدرة ثالثة عندي موجودة عندي كان ما بدي انا. واضح ان اللعبة يعني المطور حاط قسم تعليمات وما حطه. بس زي ما قلت انا ما بنتقدها انها كلعبة جام انما حاول نعطي النقاط اللي اشوفها. تفيد. واحدة من أكبر المشاكل في اللعبة لما لعبتها how to put it. واحدة من أسوأ الأشياء أو أسوأ التجارب في الألعاب المشهورة تكون عادة لما الإسكورت ميشن يبالك تخلي واحد تهربه من نقطة ألف إلى نقطة باء بدون ما يموت أو يضيع أو whatever وتحمي منطقة and you don't have much يعني to do.
يعني احس كل مره احاول ادخل منطقه واحميه اذا طلعوا ناس اكثر من لازم it's up to luck completely up to luck. اذا طلع اربعه وفلت كوره وما صادت واحد يا ده خطوه واحد بس الخطه ده بيكلفني لان بسرعه يقضوا على المنطقه. لما يطلقوا على الرصاص على المنطقه يقل زين ما يقل يعني البروجرس يقل بسرعه يعني يقل بشكل مقبول بس اللاعب almost can do nothing about it. So لما تعمل لعبة وفيها action في شيئين تحتاج تركز عليهم في اللعبة. أولا كيف اللاعب يتعامل براعته وتعطيه القدرة إنه يقدر يستخدم الأشياء ويتطور. ثاني شيء action per minute. وش الأشياء اللاعب اللي يقدر يسويها عشان يحسن مستواه أو وش المتوقع منه كم action يأخذه في المينت؟ إني يشوف الأعداء يشوف الرصاص يحاول يتجاوز يحاول يصيد. هو شيء مثير للاهتمام إن اللعبة عبرت عن نفسها إن هل بتاخذ الطلقة عشان تنقل نبتة ولا لا. يعني فيها هذا النوع الصراع يعني عجبني but still أحس إن ما مقدرتي أعمل الكثير للأسف واعتمادي على العشوائية والحظ وهل الكرة بتنعكس وبتصدم الجدار وبتصدم واحد من جديد ولا لا للغرفة فيها قدرة الشمس. فالمطور يحتاج يعطي اللاعب more power I believe عشان لما how to put it يتحدى اللاعب قدرته مش يتحدى اللاعب حظه يعني. and للأسف ما أقدر أعلق على الرسومات والموسيقى والعداء واجد because لأني أشوفهم يعني good enough. لا يضيف أعداء جديدين لو يحاول يصمم اللعبة إن يعطي اللاعب options والoptions يعني خيارات مثلا قدرات أو أسلحة أو شراء أو whatever بحيث إن القدرات دي ممكن تجي عكس اللاعب يعني ممكن تنفع اللاعب وممكن تضر لو استخدامه. هذا شيء مهم من الواحد يشوفه. واحدة من الأشياء اللي أقدر أشوفها القدرات لما تستخدمها بدون ما تمسك الكرة فيها cool down والكول داون ده مهم جدا يعني ما اقدر ادف بطول الوقت. في عداد يراويك في عداد مخفي مو موجود في الهاد فما يمديني اقدر اقرر او اتعلم متى الوقت المناسب استخدامه ويقسر على نزوله. فلو يضيف انيميشن في الهاد يوضح الكول داون تبع القدرة هذه عشان اعرف متى يكون جاهز ومتى ما يكون جاهز عشان اقدر اعمل الاكشن المناسب في الوقت المناسب. يعني ممكن تقول ان اللعبه يعني تبي تزيد الصعوبه على اللاعب عشان يكون ماهر اكثر ويعرف يوقت ديش في راسه بس لا امور زي كده. يعني في العاب التاكتيك مثلا المفروض المصمم يعطي كل الارقام تبع الوحدات للاعب يسهل عمليه تحديد القرار ما تخلي اللاعب ضايع في حالته يعني. ف اذا اجت لي نصائح زياده بذكر بس للاسف ما قاعد اعصر دماغي اكثر من كده. وشعوري قتال مع اللي يطلقون رصاص بشوي مزعج احس انه شور نقضى عليهم لان على راحتهم يطلقون ما يطلقون ما اعتقد لو ثابت ويبالا جاوز رصاصهم ولو اغلط غلطه للكره بتنعكس ويبالا اروح الحقها واخذها واستني شوي واشحنها بعدين يعني اطلقها بعدين تنعكس من جديد بسبب الرصاصة. فا yeah this it wasn't fun it doesn't feel good fighting them خصوصا كان في اكثر من واحد and you're done من الغرفة. فا هذه نتركها للمطور يتعامل مع الشيء ده. فا green revolt wasn't bad it wasn't bad لا تفهمني غلط بس يعني الهد يحتاج توضيح اكثر. وش معنى دولة؟ انا ما اكتشفت الا لما خسرت نقطة بعدين اوه يمكن لما اخسر ده العدد ام ديد يعني نوع من الخسارة. انا ما ادري اني بطاقة بعدين لاني احول لان بشي متوقع انه في يمكن تايمر او سمثينج. فالهد يحتاج توضيح اكثر مو عيب لو تكتب هنا كلمة حيوية او طاقة او هيلث. نفس الشيء يعني I don't know أنا ما مصمم UI UX designer بس أحس إنه كان ممكن يصير أفضل بس
يا yeah, لو كلمة حيوية وعداد للقدرة للدف متى تكون جاهزة it will be nice. وبالتوفيق بالتوفيق it wasn't bad. Let's test the second game. Attack on insect death what? Oh bye bye death song. هذا رسالة رسالة خاصة. Death song طبعا مني اختبر لعبته مش مشكلة. 20 سنة دون مطر وما قريت 20 سنة تحت التطوير. This is the story. 20 سنة خلينا نكبر الخط او اعمل زوم ان. 20 سنة دون مطر وما عاش العالم فيه مجاعة وعطش دائمين وانقرضت فيها اصناف كوما هنا وانقرضت فيها اصناف كثيرة من الحيوانات والاشجار وبقي ثلاثة فقط ثلاثة اربع سكان العالم يحاولون الصمود في فترة بلاء نقطة. اوكي ما نصير من الروسيين القواعد. ليلى الفتاة الصغيرة عثرت على بدون ليش نقطتين بس. اوكي اوكي اوصف. الفتاة الصغيرة عثرت على البذور لشجرة الصبار في بيت وقررت زراعتها بعد ان اخبرها جدها عن اشكال الاشجار لونها جميلة وهي التي لم ترى شجرة واحدة في حياتها. قامت باستقطاع جزء صغير من حصتها اليومية الماء لكي تسقي شجرتها التي بدأت تنمو وتكبر رغم استغراب الجميع. See this is basing your story. كده تغرز السبب وجود اللعبة هنا تغرز why she is fighting for it. شجرة الصبار أو شجرة ليلى هي الشجرة الوحيدة المتبقية في العالم هي أمل العالم بعودة الخضراء للحياة. وسبحان الله صبار بس الشجرة هنا مو صبار بس anyway. يأتي دورك لقطف ثمار الشجرة والاهتمام بها والدفاع عنها وحماية من حشرات الفاكهة. بس في حشيش في المكان. Anyway, let's test the game. Insects, attack on insects. Okay, ليش الانسكتس كبار؟ وفي أشياء واجد هنا. ففي انشقاق في الصف. في الشجرة الوحيدة بالعالم بس في الخلفية فيها أشياء واجد. نوع من التناقض ذلك. المصممين اللعبة أمجد السليماني وفواز الحارثي. مو هنا مكتوب معلومات. هذي مو معلومات هذي عن about بس anyway. مراجع مستخدم في اللعبة برنامج كويكسل بريدج وسكتشفاب.com. Alright, لعبة 3D. طريقة اللعب وازد القفز و اوكي اوكي صح خلل تقني نسيت الساعة ما شغل من جديد. فللأسف المنيو ما مداني اطلع برا. كيف الوقت بدأ ولا بعد ما قلت تعليمات ولا تعليمات طارت مع الوقت بدأ ما اقرأ. Oh well. So I'm not ready, I was talking. فلو عص اسكيب عص كيو عص whatever it doesn't work لازم تضيف طريقة تطلع من الجيم او توقف الجيم. ومية عدلة في التعليمات ما تعطي اللاعب وقت. المفروض تعليمات الوقت يتوقف لما اللاعب ياخد وقته. تغلق راو تسع الغرز ضرب الحشرات بالماوس زر اليمين. وليش زر اليمين؟ Oh boy. I don't know what I'm doing. Oh, I'm Dean Angus, okay. Techni Muzuli Sar. في صوت احيانا. متأكد قالوا نقطة صبار في القصة بيكوز انا مو صبار الا اذا نطق انا ما اعفق
شجرة ثانية صبار or something. اوكي هو قال في طريقة تسرع او تتفاعل مع امور بحرف الاي. اوكي ما في فول دامج. مكتوب المجموع 50. I have no idea what does that mean. اللي بيوت واضح انه موضوعين بالشكل ده عشان ما تطلع على الخريطة. Am I missing something؟ غير الحشرات اللي قاعدة تاكل النبتة بكل نهم وتعزلهم. ليش في سلم؟ Wait a minute, what's this? Okay. أنا ما انتبهت ل... ليش الكاميرا تتغير على الاتجاه ده؟ ليش الكاميرا تروح؟ I don't know what that is. I don't know what's going on. I have no clue. Let's try again. فأنا ما انتبهت للعصا. Actually, الهجوم already بدأ أعتقد. يمكن طاح من الحشرات لما مات. I'm not sure if I'm damaging them or not. الحين دولة ماتوا يعني بس ما اختفوا. What's going on? أعتقد ماتوا بس ما اختفوا على طول. Like death animation. مين قال الدفاع عن الشجرة بيكون شيء سهل؟ I cannot reach that thing. Wait, السلاح فجأة ظهر. لما اضغط يمين المفروض زر الهجوم الكاميرا تتحرك بنفسها تغير موقعها مباشرة. والصوت ده يطلع كأنه مسدس بس هو مو مسدس because I'm sure this is a stick. I'm not sure. أعتقد يبالغ بالشيء الأخضر أو الأزرق أو الحشرات. I am not sure. I'm really not sure. لا يكون الأزرق شيء الأزرق لحشرات بعد.
I'm sorry. ما أعرف إيش أعلق. للأسف شديد this is not fun. كل الشعور اللي أشعر به إني قاعد أسوي شيء غلط، يعني ما قاعد ألعب ببراعة، أو يعني I'm not doing good. يا الماوس وعكوسك، أنا تحكم طيارة. هو يعني اوكي اجيم، ما اقدر اوصل للحشرة اللي فوق. يمكن لو احاول اعمل عملية بهلوانية، بس ما اعتقد. هل في دبل جمب؟ I'm not sure if I should try it for the third time. But if تسعى الغرز، what does that even mean؟ لا يكون العصا نفسها يمديني ازرعها. Let's try that. أنا ما عمري جربت أرض الواقع إني أزرع جزء من الشجرة وأشوف كيف هي تنمو ولا لا. But if this boy can do it, then anyone can do it, I guess. I'm not sure. Seriously, I'm not sure. أنا معلق على زر اليمين حاليا. And I'm not sure how to kill them. اللون الأخضر أقدر أخفيه اللي يجذب الحشرات بس. Other than that, like, look at this. What can I do in this situation? بعض الأحيان ما أحتاج ألمسهم عشان أبقى أطالهم، بس رسوميا it doesn't show. Is that a glitch? لا لو جاي بيجم على المنزل. يمكن كان المفروض ما استهدف الحشرات، استهدف في ال this thing. فخليني اجرب اف اف اكشن. ما عصيت باليمين بس مريت عليه بالعصا وطلع الصوت. نوب. انا اسف ليلى بس اخوش is not doing good. لو انتي طالعة من البيت معتني بالشجر افضل من اخوش هذا اللي ما عارف يمسك العصا زي الناس. I had enough of this game. I'm sorry but I had enough. انا عارف اني قلت 20 دقيقة لكل لعبة، بس خليني ارجع للموقع. طبعا ما يمديني اطلع برا الجيم، فلازم الت F4. حتى في صورة لده هو فوق البيت، but they were testing stuff I guess. وشوف حتى هم ضازين الشجرة وقاعدة تموت، قاعدين الشجرة تموت، الشجرة الوحيدة في العالم بس في الخلفية فيها أشياء واجد. ف يا يعني واحدة من الأشياء اللي الواحد بيحط باله لما ياخذ اللعبة القصة وده، بس القصة مخالفة للصور والأشياء اللي قاعدة تصير في الجيم. ف this is not good انك تكذب على اللعب يعني. يمكن القصة حطها في البداية وبعدين ما يعني، وكان عندهم
فكر ان تعمل خيار ان انت تلعب ببنت وولد. خلينا نشوف سقطع جزء صغير. يا شجر صبار الشجر مي صبار. فالمفروض القصة تكون تتبع اللعبة بيكوز بيكون شيء محبط ان لما اللعبة تطلع النتيجة مختلفة. الشيء الصعب لعمل الألعاب أو السبب اللي يخلي تصميم الألعاب تطوير الألعاب صعب هو تجربة اللعب والبلاير إكسبيرمنت بلاير إكسبيرينس هي اللي تخلي تفرق بين اللعبة الجيدة واللعبة السيئة. الرسومات مهمة، الأنيميشن مهم، حركات الكاميرا مهم، التحكم مهم، كل دي الأمور تعطي تجربة للعب كانت تجربة جيدة أو سيئة. فهذه الأمور تحتاج إتقان ووقت ومهارة أنك تطبقه وتخلي تجربة اللعب جيدة. جميع مطورين الألعاب يعانون من هالشيء ده. وطبعا زانقة وثلاث أيام يدا صعب أن تعمل كل شيء. يعني هي محاولة جيدة أن تعمل لعبة 3D وتحاول تعملها there's story بس there's a lot of failing in the game. I really sorry to say that. يعني القصة غير متوافقة. حركة البيوت كجدران في البداية انزعج منها بس didn't change the experience. الاكسبيرينس كل المشكله ما ادري الهجوم واضح مواضح ما في انيميشن للهجوم. انا عارف المودي كلها صعبه بس زين محاوله نعمل جيم. يعني ان شاء الله في تطور قدام. الحشرات مفروض اقضي عليها بس شكلي قاعد اضرب علامات خضراء بدل ما اضرب الحشرات. هل هذا يعني موقعهم المفروض اجمع هنا ولا ما ادري وش القصه. التجربة كان سيئة للأسف. يعني need a lot of work. الهجوم ما عدينا قاعد هجم هاجم. التعليمات يقولوا انك تقدر تغرس بس تغرس ايش. السلاح فجأة ظهر بس اعتقد مع الوقت scripted. ما اعتقد لاني قتلت حشرات. doesn't feel good. القصة حمستني شوي. يعني تنقذ شجر الأمل الوحيد بس الأرض كلها حشيش وفي شيء شجرات في كل مكان في الخلفية ورا. يعني ما حسيت إن يعني أحس إن المطور قاعد يكذب عليك كده. على كل حال عمل جيد. يعني إن خلصت الجيم ورفعته وإن شاء الله مشاعر الجديد الجاي تكون أفضل. أنا شفت المشروع للأسف شديد ما كان في نية جادة تغيير أمور كثيرة. ما أتوقع هذا المشروع يعني المفروض كمله عليه. الأفضل يمكن لو تبدو من صفر في مشروع ثاني للأسف. يعني أنا أقول لعال how to put it. تجربة اللعب مهمة جدا لعمل الجيمز. بعض أحيان الأفضل تكتشف أن تجربة اللعب ما تمشي بدري على أنك تكمل عليها وتكون تحط 60 يوم أو 30 شهر. وإذا التجربة الرئيسية الحركة استخدام الأسلحة الهجوم ما هو ممتع أو في شيء مزعج أو مو واضح للاعب ما يهم إذا كانت بلزرد أو مايكروسوفت أو سوني تشغل جيم أو سوفت ما ليش اسمه ديك دارك سولز سوف ما يهم أي شركة تشغيلها. التجربة الأساسية هي أهم شيء. فذاك الناس يحاولون شيء مهم جدا إن تعمل بروتوتايب للجيم وتحط الأفكار الرئيسية. الأكثر شيء أو أكثر وقت اللاعب بيحطه في المين لوب. إذا التجربة اللي سيئة لو تحط مليون سكيل مليون سلاح مليون شيء ما يفيد. هو مو مشكلة عدد، مشكلة في الأساسيات. يعني مثلا لما مسكت العصا وعصب اليمين ما أدري هجمت ولا ما هجم، ولما تدي الزر اليمين يلف الكاميرا على الشخصية 270 درجة أو 180 درجة. الكاميرا فجأة يعني تلف على اللاعب. Not good. The experience is not good. على كل حال آخر لعبة نجربها اليوم قبل ما ننهي يومنا
حماه غرس الطبيعة. Again عمل زوم إن. تدور أحداث لعبة حماة غرس الطبيعة حول مجموعة من الأشخاص يطلق عليهم اسم حماة الذين أخذوا عهدا على أنفسهم لمواجهة المخلوقات التي النقطة مكانها احتواء من الموقع التي تفسد الطبيعة وتحرص على القضاء على كل ما هو أخضر. I'm not sure إذا المخلوقات الحية لو تتركها wildly في الأرض بتفسد الأشجار. البشر هو الوحيدين اللي يفسدون الأرض. بس anyway أو ممكن لما عادة المشاكل لما يصير في انقراض anyway لا نتفلسف الموضوع خلينا نركز. يستخدم حماة قوة الطبيعة الخضراء لمواجهة تلك المخلوقات. ولم يبقى للناس أمل سوى تلك النبتة اللي تسمى غرسة الطبيعة التي لم يتبقى منها إلا واحدة فقط وهي لدي مجموعة الحماة. اوكي تقوم مجموعة بحمايتها والعمل لاستخلاص قوة من تلك المخلوقات وإعطائها مرة أخرى لغرسة الطبيعة لتنمو مرة أخرى. وأقرب ما يكون فكرة الغرسة أو البدء من جديد حياة جديدة روغ لايك حيث تبدأ اللعبة تجمع قوة الوحوش تعطيها لغرسة الطبيعة. هكذا اللعبة من التطوير الكامل باستثناء عناصر الخريطة والشخصيات فهي ليست من تخصصي وقد استخدمت بعض المجموعات من أملكها وسوف أقوم بوضعها في قسم المخصص. ففي فيديو اللي هو تريلر كمان يعني شغل ما شاء الله. اوكي الجرافيك سيمز جود في تريلر let's give it a try. Vanguard كان مواد اللي يسموه اللوفولي ما ادري بس I don't know. الحركة واز قفنا لشال الغرزة كيفية اللعب يعني مو كل الالعاب تحتاج مني منظم وما شاء الله اللعب يوصلك بالفيديو. بس المعلومات ما ادري was it that good I'm not sure. اوكي okay. ليش النبتة في الماء الحمال الذين ما وات كل شيء بداية ونهاية هذه هي السنة كلامي طيب بسرعة. اوكي في زر ابدي هنا كبير كفاية بسماء let's start another loading weird. اوكي داك زي الهاب وورلد يعني اوكي الهجوم فكان الماوس وإن كان لعبة 3D مش بالاتجاه الشخصية يعني. It's a weird choice if you ask me إنه تضرب بالميلي في مكان الماوس والزاوية تجمع كذا. لقد ارتفع مستوى قوتك اختر مهام الآن مهارة زد سرعة تحرك قوة البرق سرعة تحرك وين ما قوة النوع وش الفرق بين دولي I don't know. Wait, mouse. I'm not checking mouse. Okay. I'm a shway. I can't see it. I'm it. Aha. Let's try again. كانها ديك لعبة الفامباير سيرفايفر ما ادري اسمها اللي شريتها اليوم كان ما جربتها انا بريانين كان قيمتها واللعبة يعني انفجرت في تويتش ما از لايك اول تراي سم داي والحين ما حد يهتم لو يشوفها في تويتش لان شاهد 1000 مليون فيديو
ديرني قاعد احاول اضرب الزر اليمين لان اخر لعبة الهجوم مكتوب بزر اليمين. ف ليش في خط ابيض؟ موقع الشجرة حلو جدا يعني يعطيك طموح بالشعور بالسرفايفلتي يعني. ليش هذا قاعد لحاله مسكين؟ اتمنى ما ينعمل سباون للبوس هنا. Is it me؟ يا لما المس تقدر لما المس تقدر وسلاح الرئيس الحق يميل ايه؟ اوكي اوكي نهدى شوي انزين. وين دكان؟ How can I upgrade? Let's see. لأن أعتقد الفلوس اللي عندي. No, I wasn't. لقد كنت رائعا في جمع القوة. لا, I wasn't. لقد كنت رائعا بس كلامي طيب بسرعة غريبة. بالسمع يا شجاع. صراحة الطبيعة حول الأفر مهم جدا. I'm not sure about that. It's nice إن في جمل وكذا. تحس إنه مو بس هو الوحيد الموجود في الجروب هذا. Can I summon them in the game? I wonder. لا مشكلة فشل لكن المهم أنت بدأ إن تقل كلام بسرعة. Let's try again. أنا ما دريت إن لمستهم تهدي لأن في عندهم أنيميشن يضربون. Yeah, this is a problem. أعتقد حتى لما هجم عليهم ما يصيدون يتأدى. Yeah, look at that. أتأدى لما عمل داش لهم. يعني تبيني أقتلهم باعتمادي على الهجمة دي؟ This can't be. Okay, الداش مسافة مختلفة. أعتقد متى صارت عندي قدرة في نفس الوقت. Let's start again. أعتقد الخريطة نفسها. Which is see how. No, this is not good. I'm sorry, but this is not good. Doesn't feel good. إن الهجوم بالملي يتأدى بهالشكل ده. أعتقد الكعكة حقي طيف الهواء ما يأديهم أصلا. I don't know. كيف تدوا كلهم 500؟ تقوى جد صندوق فتحه الآن تعرف ما بداخله. I don't remember I picked a chest. فالطريقة الوحيدة الحين اللي أقدر ألعب فيها إني بلي أقتلهم كده. خلينا نحاول نوصل بعيد، خلينا نماطل أكثر ما يمكن. كان التحميل طول. ستبك. يب ما يدري كاملة، أعتقد بك. I need to close it. أوه لما عصت escape. استمرت. ما احتاج عص Alt F4 I guess. Okay. This time, let's try to survive longer.
Oh wow, I got a lot of damage. This attack. Much get kill of Mato. ثلجية حركة زيادة ثلجية. That's a lot of grief that's covering the screen now. And I died. Only need to see if there are upgrades here or not. Or is it the watching the... Oh, I think it covered it. Or I'm zoomed in, I'm not sure. ويت يمكن هذا لا انا ايش في تعليم المقال الاخير استخدم قوة الطبيعة بزرع الماس اي سرعة الاعداء او ويت منت ويت اوكي 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 انا فهمت الفكرة غلط الخطوط الخضر ما هو افكت طول مكانه المفروض ارسم مربع في الجيم that's a weird mechanic to be the base mechanic of the game but let's give it a try. اوكي ما هو شيء بديهي يعني اوبس بس ما وصلت المربع بس هسي ويرد الماوس اختفى من جديد ما شايف انه اوكي لا يكون بسبت يوم فتحت ديك المنيو سبب ما قدر يسوي خطوط من قبل والماس خطوط من جديد الكاميرا تحت ما تطال بعيد بسبب زاوية الكاميرا بس من فوق اعلى يعني المساحة اللي اقدر اشوفها زد أقصى درجة تحمل الضرب شو Is this mechanic
really working. Maybe it is working بس الباق خلي الوضع صعب اختبارها. خلني اختبارها عين عند. I don't care. Kill me. Kill me please. Kill me. Is there a way to exit? Yes. Oh, لا كنت أقصد إنه exit. إني ألعب لعبة جديدة. إنزين. Okay. لازم أربعة ما أقدر أسوي مثل الخيانة. Yeah, لازم أربعة. Okay. No, it seems it's working fine. يعني أنا قاعد أحاول أعمل شيتنج للنظام. واشوف هل بيشتغل بدون سبب مقنع بس so far kinda يعني هو يكمل الشكل يسي ما وصلت الشكل ومع هذا هو كمله يعني لو سوي كده ما كملت الشكل بس هو ضاف خط خامس موصل النقطة الأولى بنقطة الأخيرة. So I kinda can shoot the thing. I can shoot the thing kinda. If I know what I'm doing. بس يعني it's a little bit risky خصوصا لما الماسك كفي. اوكي يعني في ابداع من ناحيه ان فكره جديده ما اعتقد يعني ما هي نسخ لصق من Vampire Survivor 100%. يمكن في العاب ثانيه في يعني فكره السلاح هذا انك تعمل شيب. العاب الدي اس الاوليه كانت كثيره تعتمد على رسم شيبس بالقلم بس التجربة doesn't feel good when it fails miserably. يعني how to put it, تكرار رسم الشكل over and over and over ما هو ممتع. نفس طريقة ان تطلق على الأعداء مباشرة لأن ما تحسسك ان انت اللي قتلتهم بالشكل. يمكن هانو عامل أسباب and it's not obvious 100% كيف يشتغل. يمكن مع اللعبة تتعود يعني it make more sense. فكرت ان الاشجار تغطي الشاشة فكرة كويسة بس احس ان that's a little bit more advanced. يعني لو في ادوار قدام مو مباشرة يعني كمية كبيرة من الشاشة خصيصا زاوية الكاميرا ما اعتقد يمدينا اغيرها وخصيصا يعني ما هي طلق باقي ترسم شكل. وش اللي يخليني أصلاً إني أقعد تحت بدل ما أقعد فوق؟ الأشجار يغطوا كمية كبيرة جداً من الشاشة في بعض المناطق المنطقة لي. ما أدري وين المنطقة اللي كنت فيها كان في منطقة يعني ضليت فترة بعد فيها. So it doesn't feel من أول ما اللعب يعني لو بالغلط راح هناك. Is it random? It seems random لأنك عندك كل ما قاعد أنزل ما أشوف الأشجار.
maybe it is random, I don't know. أو يمكن هذه المنطقة اللي قاعد أتكلم عنها. يمكن لو تنعمل اللعبة بحيث إن يكون هذا واحد من الكلاسات عند القدرة دي. Because it doesn't for me إذا كان واحد من الكلاسات ده آخر كلاس بلعب فيه. I don't wanna play with this. It doesn't feel good إني أعمل مربعات وفجأة يموتون. يعني لو داش وكان الهجوم داش I'm fine with it. بس إني أرسم مربعات في بعض الأماكن وانضض الوحوش لما يدخلوا في داخلها. على الأقل يعني فيها skill أفضل من ميكانيك آخر. يعني it could be worse I can say. This is the biggest problem in the game. هذه أكبر مشكلة في الجيم. ألعاب زي كده تحتاج reflexes. تحتاج إن تكون في وضع في جو اللعبة. تتجاوز الأعداء وتحاول تقتلهم وفجأة تنجبر إنك توقف عشان تعمل level up. This is not good لأن هذا يقطع الأكشن بالسك مو مسكين بصرخ نووي فجأة. فالحين أنا حتى في النهاية ما استحق القدرات، ابي اقتاح اي قدرة ما مهتم عشان بس immediately. فاشوف اذا تبي تعمل لعبة جد يعني تخلي تجربة اللعبة ممتازة خلي هذه القائمة اختياري. لما يزيد لك level up يطلع هنا رمز انك level up. فاي وقت تضغط زر في الكيبورد او تضغط على المكان في ذاك الوقت اختار level up لانك جاهز ان تعمل level up. ما ابي اللعبة توقفني بدات لعبة تتمع الاكشن والسرفايفلتي وردي انقطعت مرتين. يعني انا ممكن تقتلك في الجيم ما ادري ان المراحل قدام الاعداء بيكون عندهم رينج اتاك ولا لا. بس in that time I really don't wanna get screwed up because I leveled up or picked something. يعني other than that it's the game is fine. اه يا الخطأ الماوس اني يختفي او يصير في النص بعض احيان. This is bad, you need to fix it. شوف الماوس مو موجود. So you really need to fix that. اول ما اضغط على الشاشة يظهر من جديد but in that time I can be dead because of that. And it's يعني ممكن يقتلني وفي نفس الوقت انه شيء مزعج. تخرب تجربة المستخدم again. ما ابي اقرا ابي اكمل جيم ابي اشوف الصاير. يعني القطع زي كذا it's annoying. انك تقطع اللاعب عن الجيم فصل الحماس شيء مزعج. فخطأ الماوس الليفل اب والقدرة هذه يعني ممكن تبي اللعبة تكون زي كذا that's alright. بس اشوف ان قدرة غريبة مو متوقعة. ف لو هي كلاس جانبي اشوفه افضل. اشوف انه لو تعطي اللاعب اشياء تقليدية اكثر لان هذا رأي طبعا. يمكن الاخرين يشوفونه يعتمد على كل المجربين. يعني بيك تشوف كيف التجريب وممكن تعمل upgrades للقدرة دي او something. It's alright. يعني بس انا اشوفه انه بالممل. يعني إذا كل قتالي الشكل الرئيسي إني أعمل دوائر خصيصا المقاطعة كل دقيقتين. and ما أدري ليه cool down ولا بعض الأحيان ما يرضى تشتغل. على فكرة زي ما قلت أنا ما لعبت Vampire Survival فما أدري كيف أسلوبها بس أعتقد فيها طلق. يعني ما أدري كيف كنت على فكرة. Anyway, شغل جميل بالميوزك مكرر but that's alright. ممكن لو يوقف ويشتغل يحسن الوضع. الاسس جميل مختارينهم. زاوية الكاميرا احس ينبالها شوي زوم اوت بالذات انه تحتاج تشوف وين الشكل وين قاعد ترسمه. الرسم مدى القدرة it's not satisfying للاسف. يعني اول مفتوحة احس ان اقدر اروح ابعد الدنيا. ممكن
تحط ليميتيشن لها او سمثينج انا نو اتس اب تو يو تو ديزاين ات بس فور مي فور مي افضل ان يكون عندي مسدس او سيف على اني ارسم القدرني ما يهم اذا كانت قويه ولا مي قويه الا اذا كان عندك افكار في المستقبل انك ممكن تعدل عليها يعني ممكن تعمل تدمجها مع سكيل معين وتغير تجربة اللعبة ذات واللي فاين بس انك ترسم دوار طول الوقت I don't think that's fun. It's kind of weird يمكن اتوقع له ان الشيء ما هو مباشر اللاعب ما يحس انه سوى الشيء بنفسه يعني القدرات السواعق والدائرة فيها شيء مساعد بس ما هو الهجمة الرئيسية هذا اللي اشوفه يعني والله اعلم but good work for all of you guys اتمنى لكم التوفيق وتعملون ان شاء الله افضل افضل قدام شغل جبار ثلاث ايام للثلاث الالعاب ثلاثتهم اعرف الشعور ان ما طلعت بالمستوى اللي تبونه وان في اشياء كثيره بدكم تسووها وبدكم تطلعون اكثر وانا شيء متوقع ثلاث ايام it's not a lot of time وواضح ان اللي عمل اللعبه الاخيره عنده خبره مقدما اكثر وعنده تجربه اكثر وشوي مو عادل ان اقارنه مع اللعبتين السابقتين يعني بس عادي سنة الحياة المسابقات والمنافسة عالية جدا في المجال ده وما مفروض لاعبين يزعلون من بعض لان بعضهم فازوا وبعضهم ما فازوا بالعكس انا سعيد ان كثير كان يبارك للجميع and things went well كالعادة كل سنة لازم يطلع واحد يفتي فيها ونعمل بان which is thank you Dar you done good لا تخلي المخربين واللي يشقون صفوف الكوميونتي ياخذون حريتهم يعني لان لازم نتحرك مع بعض لمتى يعني ناكل بعض زي كذا do your best والتوفيق واتمنى ان اعطيت ملاحظات لا بس دروني لما قدمت اكثر اتمنى لو اقدر اقدم اكثر بس لو يجي في راسي شيء اكثر بذكر لكم بالرسائل الخاصه بالتوفيق اذا في ناس ثانيين بودي اشوف لعبتهم واعلق عليها انا حاضر مع السلامه